محتاجين إعلاميا تغطية إعلامية حقيقية لعمل، وأنا مش بقوله يعني فضلا ولا منة من الدولة على الناس، ده شغلنا يا دكتور مصطفى، لكن من حق الناس إنها تشوفه وتتعايش معه. بيسألونا مين إحنا؟ إحنا اللي جمعنا أملنا، وطننا دايماً على بالنا، إحنا مصر. أهلاً وسهلاً بيكم في جامعة المنصورة الجديدة. جامعة المنصورة الجديدة دي يعني بتعبر عن إرادة الدولة، ان احنا طول عمرنا بنشوف الحاجه بتتعمل وتقعد سنين طويله على ما تخلص. احنا في الجامعه دي بدينا 2020، طلع القرار الجمهوري بانشاء الجامعه، بدينا في اغسطس 2020، اغسطس 2021 استقبلنا اول طلبه في الجامعه. اتشرفنا النهارده ان احنا جينا هنا في مدينه المنصوره الجديده وزيارتنا لمشروعات قوميه زي مشروع تحليه مياه البحر، وبرضه هنا متواجدين في جامعه المنصوره الجديده. قد ايه الواحد لما بيبص وبيشوف ان من سنتين بالظبط الارض دي كانت ارض فضاء، حاجه بصراحه مهوله. بدايه ما جيت وشفت انجازات كتير، اول ما رحت محطه تحليه المياه، كانت ما شاء الله كنت واخده بالي من المعمار والهندسه اللي كانت موجوده. بصراحة كنت عارفة عن المشروعات اللي بتحصل في المنصورة الجديدة، لكن أول مرة أزورها وأحس بالانبهار كده حقيقي، أحلام على أرض الواقع يعني. صراحة فخورة جدا ببلدي إن هي بتقدم حاجة زي دي. لما نسمع حاجة ولما نشوف بعينينا حاجة ثانية، وإن إحنا نوصل الكلام ده لأصحابنا والأهالينا إن فعلا في حاجات كويسة قوي بتتم في البلد. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هو يعني بصراحه عامل مجهود عظيم في محافظه الدقهليه عامه وفي المنصوره الجديده خاصه. رحله ممتعه جدا، برضو رحنا تشرفنا ان احنا جينا في كورنيش المنصوره الجديده، وان شاء الله يعني دايما بالتوفيق، بندعي للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق الدائم وربنا يكرمه ويعينه ان شاء الله. وعقب ذلك توجه شباب الحزب إلى قرية الحصص، وهي ضمن القرى التي تم إنجازها في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وتبلغ مساحتها 8500 متر وتضم حوالي 23,000 نسمة. الراجل ده انا بدعي له من كل قلبي، والله بدعي له من كل قلبي، ربنا يخليه لنا يا بابا ويبارك لكم يا رب ويديكم الصحه. علشان اتفاق اخلصنا لازم الله يسبح لكم السلامه والطيبه يستكم صحه وسلامه وما نتحرمش منه ابدا، ويجعله مستور ويجعله كده العمر كله ابا العنان. مصر تبقى بينا اعلى وتبقى عند ولادها اولى.